النعناع يزرع في بقاع المعمورة، خصوصاً المناطق المعتدلة في آسيا وأوروبا. وحسب التاريخ يذكر بأن الإغريق والرومان كانوا يضعون أكاليل النعناع فوق رؤوسهم في احتفالاتهم وولائمهم، ووضعوا النعناع على موائد الطعام، كما عمل الطهاة عندهم على وضع النعناع في خلطات الطعام والمرق، كما مزجوا الخمور بنكهة النعناع وزيت النعناع. وتذكر التقارير بأن الأطباء الإغريق استعملوا نوعين من النعناع في وصفاتهم الطبية، ولكن لا نعرف إذا ما استعملوا نفس النوع الرائج عندنا. وقد استعمل بكثرة هذا النوع من النعناع في أوروبا بواسطة الأطباء حوالي منتصف القرن 18 ميلادي، وضع صيت بعض المدن كالمدينة المنورة في زراعة أنواع مختلفة منه، كالنعناع المغربي والنعناع الحسوي ونعناع الدش. وهذا نبات من أكثر النباتات شعبية واستخداما، يستخدم كتابل لبعض أطباق الطعام وفي نكهة وتعطير الشاي، كما يستخدم الطازج منه في طبق السلطة والتبولة الشهير في لبنان وسوريا وتحضير بعض أنواع السندويشات. ويستخدمون مسحوق أوراقه كأحد التوابل في تحضير بعض أطباق الطعام الشرقية لأنواع المشهورة والمرغوبة. ونعناع المدينة له صفة وميزة قلما تجدها في غيره من النباتات الورقية. أمراض يعالجها النعناع من الخارج: يصنع من النعناع لبخة، ورقة نعناع مع لباب الخبز الأبيض والخل، ويستخدم لتسكين الألام العصبية. وطريقته: يوضع كيس من الشاش مملوء باللبخة المصنوعة بعد تسخينها فوق موضع الألم. من الداخل يغلى النعناع في الماء لفترة وجيزة، ويضاف إليه بعد إنزاله من على النار نسبة سكر، ونحذر مرضى السكر من إضافة السكر، فيمكنهم شربه بدون سكر فهو مقبول الطعم طيب الرائحة. وننصح أيضا بعدم شرب النعناع عند الشعور بالقيء أو الحميات. شراب النعناع يعتبر من الأدوية الناجحة جدا في معالجة الاضطرابات المرارية وتسكين المغص المعوي ومغص أسفل البطن وألام الحيض وطرد الغازات المعوية، كما أنه يكسب الجسم نشاطا وحيوية. ثانيا، يحتوي النعناع على زيت طيار المنثول ومواد دابغة مسكنة للتشنجات وطاردة لمرض الالتهابات الكبدي ومضاد للالتهابات. والنعناع صديق القلب ومريح للأعصاب وحبيب الجهاز الهضمي، يبعث القوة في الجسم، يسهل التنفس، يدر البول، يخفف من شدة حساسية المعدة المخاطي، وكما يستخدم لعلاج الروماتيزم والمفاصل والالتهابات. ولكن النعناع له نوع آخر يعرف بالحبق في نجد في شبه الجزيرة العربية. قال ابن قيم عن الحبق: شمه ينفع من الصداع الحار، ويجلب النوم، ومسكن للمغص ومقوي للقلب. وأضاف ابن سينا أن أزهاره منعشطة وهاضمة وتزيل الصداع الناتج من الزكام.